مشاهدين الإكسبرس، مرحبا بكم في حلقتكم الأولى من برنامج نقطة نظام. ضيفنا اليوم أستاذ زهراش، غني عن التعريف. مرحبا بك أستاذ زهراش. شكرا على الدعوة الكريمة وتحبيك جنة. برنامج نقطة نظام المبدأ ديالو هو أنه أينما كان خلل لقاعدة أو خرق لمبدأ أو وضع شاد يراد له التعميم، كنوقف عنده باش نبهوا المشاهدين، وطبعا نعطي الكلمة للناس اللي متمرسين وكيشتغلوا وكيعرفوا أسباب الاختلالات بعض المرات. قبل ما أولا نتواجد في الاستوديو ديالكم هنا بالدار البيضاء وفي القناة ديالكم اللي كنتمنى لها التوفيق والسداد ليك والطاقم الإداري والتقني اللي معك، ونتمنى نكون قيمة مضافة لمعالجة نقطة نظام ومقترحات لتسوية الاختلالات اللي كتشوفوها من خلالكم للرأي العام. طبعا ممكن أستاذ زهراش اللي يكون تكون عنده قيمة مضافة وعدش إحنا علاش ما يطل لك باش نستافدو هنا وباش يستافدو المتابعين ديالنا. نتمنى الله يكون عند حسن الظن. نقطة النظام الأولى التي اخترناها اليوم هي بخصوص واقعة قبرص. نقول واقعة وخيا في الحقيقة كانت يعني كان الحدث حدثا عاديا، ناس اللي تعداوا الحدود ديالهم، فكان من الواجب أن الأستاذ زهراش وطبعا الأخ محمد تحفة اللي رافقك كان خصو يمشي، لأن الوضع الطبيعي هو هذا، عندما ينادي القانون نلبي. للأسف واكبت هذه الزيارة واحد الحملة ديال التشهير ضد شخصك، ضد الأخ تحفة، وطبعا تم الربط بينكم وبين المخابرات كما العادة. بحال ولينا في واحد الوضع أن الأشخاص اللي اليوم يدافعون عن بلاد هما الذين يضطرون إلى الدفاع عن أنفسهم، بحال الوضع الشاد هو الدفاع. إذا نقطة نظام بغينا توضيح طبعا الحكاية كيف تمت الأمور، إضافة إلى أنه كانت جلسة البارحة في الدار البيضاء في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وعلاش هاد الفوضى؟ أولا كنظن أنه وقعة قبرص بعدا باش نوضحوا للرأي العام هي كترتبط بالأخبار الزائفة اللي قالت بها السيدة أمال بوسعادة واللي اعتمدتها وكالة الأنباء الجزائرية، وهذه الأخبار الزائفة الموضوع ديالها هو يتعلق بالقول بإصدار مذكرة توقيف وملاحقة وأحكام قضائية في حقي أنا الأستاذ زهراش، وكذلك في حق محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو والزميل ديالكم دريش حسان مدير قناة شوف تي في، والسيد المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني السي عبد اللطيف الحموشي، وكذلك السيد تخيسي مدير مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني المحترمين. أولا واقعة قبرص وكبتها فعلا واحد الحملة، حملة هي ماشي بريئة ممنهجة، ولكن في نفس الوقت وكبتها حملة تضامنية واسعة النطاق وحملة ديال المساندة وحملة ديال يعني ديال التجاوب والتفاعل مع ما قمنا به ومع ما قمنا به من توضيح. وفي هذا المقام كما قلت في البداية ديال التقديم ديال البرنامج، انتم كديروا نقطة نظام باش إذا كان شي خلل كتوضحوا. أول نقطة يجب توضيحها للرأي العام من خلال القناة ديالكم، من خلال هذا البرنامج المحترم اللي كنتمنى له التوفيق والسداد. اولا احنا مشينا بصفتنا الشخصيه طبعا، لا انا ولا محمد تحفة، ما مشينا النوبة على حتى شي حد. ايه لانكم كنتم لا غير حيت دابا تقال كلام كثير وجب توضيحه في هذا المقام، وفي مقامات اخرى سيتم كذلك التوضيح ديالو باكثر تفصيل. نحن لما مشينا لقبرص ما قلنا لا صفتنا للمدير العام للأمن الوطني ولا مدير المخابرات ولا صفتنا دريش حسان ولا صفتنا المخابرات العسكرية ولا صفتنا وزارة الخارجية. كمواطنين مغاربنا كبشر كإنسان له كل الحقوق المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقوانين المأموري بها فوق تراب قبرص ليا الحق باش ننتقل. ما كنظنش شي واحد غادي يصادر حقي في التنقل، وما كاينش شي واحد عنده الحق باش نشرح له شكون اللي صيفطني، واش صيفطني فلان او فلان، ووضحتها بما فيه الكفايه. وهاد العمليه هادي ماشي بريئه، كانت هنالك اللي كيقول صيفطتنا المخابرات المغربيه، وهنالك اللي كيقول نحن ندعي اننا قمنا او نقوم بذلك دفاعا عن الوطن ودفاعا عن المؤسسات ودفاعا كذا. دفاع عن الوطن والمؤسسات هذا راه ماشي تجاهش ديال قبرص، راه من نهار تزدنا وقبل ما يتزادوا هاد الناس اللي تكلموا في هاد المواضيع احنا كندافعوا على الوطن. هناك من دعا بعيدا وتكلم عن انتحال صفه الدفاع عن الوطن. لا لا، شوف، الدفاع عن الوطن ما فيش انتحال صفه، الدفاع عن الوطن تربيه وقيم ومبادئ ونضال تماما، ماشي حتى تكون مرتبط بشي حاجه شخصيه ديالك عاد كتولي تدافع عن الوطن. والناس كل واحد كتعرف معروف التاريخ ديالو وكل واحد معروف المسار ديالو، وماشي هذا هو المجال. انا بغيت نوضح هاد جوج نقط. اولا واقعه قبرص هي مشينا على اثر ديك الاخبار اللي قالت ديك السيده واللي تنقلتها وكاله الانباء الجزائريه، واللي كان من المفروض باش نوضع حد. انا محامي، عندي زبناء وعندي اسره وعندي عائله وعندي اصدقاء، الناس ولات كتسول والله القسم وثقي بيا من خلالك الجمهور الكريم ديال القناه ديالك الى مغن بكل تواضع او بدون تواضع كاع، الاف المكالمات تصلني من اصدقاء في المغرب وخارج المغرب. طبعا. الحمد لله لنا نسيج من العلاقات الانسانيه المبنيه على الود والاحترام واللي هو الاهم والتقدير. فكانت هذه الواقعه دفعتنا باش ننتقلوا انا والسي محمد تحفه صاحب قناه تحفه الشو، اللي هو اولا صديق، ثانيا انا محامي ديالو في المغرب. هي هذه مساله معروفه. ومين مشيت تما ما مشيتش بالصفه ديالي كمحامي ديالو، راه مشينا بجوجنا. واحد الانسانه كتقول غير ان فوا دخلوا للمطار غيتم التوقيف ديالكم. تماما. ملي دخلنا للمطار ما كان لا توقيف ولا محزنون، مشينا للفندق ارتاحينا دوزنا الليله بسلام. الصباح كان عندي موعد مع المحامي ديالي، لان ديجا هي دايره واحد الدعوه بيا في قبرص، ودايرها بالزميل ديالك ادريس شحسان، ودايرها بالمدير العام للامن الوطني، وديرها بالمدير ديال مراقبه التراب الوطني السي عبد الطيب حموشي، وكذلك مدير الشرطه القضائيه. هذوك الناس، هاد المسؤولين المحترمين اللي هما مغاربه بعدا بالمناسبه، حتى الا كاع دافعنا عليهم مغاربه، دابا خوتنا مغاربه، ماشي عندنا شي مدير جابوا انهم ماشي دولة. هذا هو الاشكال، هادشي اللي كيضرهم هما. دابا مين كتقول كلمه الحق؟ راه حنا انتقدنا ادريس البصري وانتقدنا النظام السابق ومجدنا النظام الحالي، وكنمجدوه لانه انخرط في المصالحه والانصاف. وحنا هادشي راه حتى واحد ما غادي يورينا كيفاش نتكلموا تماما، ولا كيفاش نهضروا، ولا كيفاش نخاطبوا الخصم، ولا كيفاش نتعاملوا في حياتنا المهنيه تمام. او الانسانيه. لانه كان بعد الزملاء ديالكم، ماشي زملاء، زميل ديالكم سامحه الله، يعني عطى الحق باش يعطينا دروس في الاخلاق وفي المعاملات وكيف نتكلموا كاع وكيف حتى نمارسوا مهنتنا ديال المحاماه. وصلت للتهديد والابتزاز، ولكن احنا ما كنزلوش ذاك المستوى. نقطه النظام، لانه تتم شيطنه افعال عاديه، بل تكاد شوف تكون هي الاصل، وتجي تقولنا تدخل الشيطان. وللاسف والشيطان كما تعلمين الاستاذه الكريمه هو ملك من ملائكة الرحمن، فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأن يسجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الخاسرين. فقلنا اهبطوا منها بعضكم عدو لبعض إلى غد يوم القيامة. قال ربي أنذرني إلى يوم. فالشيطان هو ملك، وعلاقته بآدم علاقة صراع، ونصح آدم وجعل ادم يهبط بسميته. اما النصائح اللي كتكتسي الطابع شيطاني راه لا التفت اليها انا شخصيا،
ولا توقف مسيرتي لا في النضال ولا في المحاماة ولا في العمل ديالي والعلاقات الإنسانية واضح فيها مصالح مع راسي الحمد لله. هذه الإشكالية ديال الملف قبرص علاش أنا وبغيت نوقف عنده، لأن المسائل المستمرة السيدة دون ذكر الاسم ديالها راه حطات أيضا أظن دعوة هنايا. علاش ما بغيتيش تذكري اسم ديالي؟ واش نخليو هذا المقام للجلسات تبقى زوينه؟ لا لا شوف لا انت سولتيني على واقعه قبرص. على مسؤوليتي السيده المدعوه امال بوسعاده والمرقبه بزنزان تماما، واللي كان وصل انا بالمعتوه وهي فعلا معتوه، وابانت الوقائع والاحداث المتلاحقه والمتسارعه والكذب ديالها. عطينا شي سكوب من داك الشيء اللي قالوه ضباط الشرطه. شوف انا انها معتوه، وانه المعتوه الاكبر هي وكاله الانباء الجزائريه تماما اللي اعتمدت هذه الاخبار باش تقيس. ولما نقول انا كتقيس بلادي، حيث انا كنفهم واعي كل الوعي بانه من ينتقد اي مسؤول بغايه الانتقاد السلبي الهدام هو يخدم المصالح ديال اعداء الوطن. تمام. اما من ينتقد من الداخل ويمارس المعارضه من الداخل ويقدم الاقتراحات، هذاك الانسان ما يمكن لك الا تكون شجعوه وتناقش معاه. انا نكمل لك، لما كنا في قبرص مشينا لعند الامن، دي غايتين. انا ماشي اول مشي عندي لقبرص، كانت عندي في شهر 11. تمام. الوقيته اللي كتقول هي الا دخلتي لقبرص تشد تمشي للسجن. مشينا لقبرص انا وتحفه وقلنا لهم اودي واحد السيده اش كدعي اش كدعي اش كدعي اش كدعي. قال لك اودي هاد السيده جات في شهر 11 وانت الاستاذ قالت بانك جيتي لهنا وبغيتي تختالها مع هاد السيد هذا اللي تلجا معك دابا، وقالت بانه كان شافوا جواز السفر ديالو في ديك الوقيته، هو كان في الولايات المتحده الامريكيه، وانا اللي كان بالرفقه ديالي هو الاستاذ هشام الليوي اللي هو كنشكره من هذا المنبر، استاذ جامعي بكليه الحقوق يتقن اللغه الانجليزيه، له خبره ان اكسبير في المجال ديال النظام القضائي اللي هو كتمشي عليه كندا وامريكا، وكتمشي عليه قبرص لان باعتبارها تابعه للدول الكومنولث لانه نفس النظام القضائي. بطبيعه الحال المواكبه ديالو كخبير ليا في هذا المجال، ومشيت قلت لهم اوديش كاين شي ملاحقه، وعطوني وثيقه رسميه كتقول ما كاين حتى ملاحقه ضدك، وهذه السيده رجعت عندنا في شهر 11 وقالت لنا بغيتي تغسلها بإعاز من كذا ومن كذا من كذا من كذا من كذا، وحنا راه عرفنا بانه هذه الشكايه ديالها كيديه وما عندها لا اساس لا راس من بعد الابحاث اللي قمنا بها. الان ما هو المطلوب؟ قلت لهم المطلوب تاخذوا لي حقي. لان هناك تشهير وتشهير وهذا التشهير وصل سيدي الله يخليك، لان المسؤولين ديالكم في هذه البلاد اللي على راسهم وزاره الخارجيه راه دارت واحد البلاغ كتكذب هذا الامر، هذا كتقول بانه القول بان كاين احكام او مذكره بحث القاء الدوليه، وبالمناسبه هي كانت كدير واحد التعتيم اعلامي ومغالطات وتستبريد الناس، كتقول كاينه المحكمه الدوليه بين قوسها، ما كاينش محكمه دوليه بين قوس، كاينه محكمه العدل الدوليه وحده، الله هي اللي محدثه بموجب اتفاقيه ذات الصله ضد الموضوع. ما المحاكم في قوسها بحال جميع المحاكم في العالم، محكمه ابتدائيه استئناف والنقد، جميع النظم القضائيه في جميع دول العالم كتمشي بهذه التراتبيه، ما كاينش محكمه دوليه في قوسها. وكانت كتقول بانه كاينه محكمه دوليه اصدرت مذكره توقيف والقاء القبض في حق المدير العام للامن الوطني، في حق السيد تخيسي، في حق دريش حسان، في حق تحفه، في حق زهراش، وانا بيغ كوسا قالت بانه بمجرد ما ندخل غادي بالبصمه العين غنتعتقل. كان المرور ديالي سلس بالمطار، وقال لك بان الباسبور، قالت لك دخلت جواز السفر ديالي هو جبته معايا، جواز سفر مغربي ها هو، كنوري المشاهدين ديالكم وباش دخلت خلي استاذي باش يشوفوه المشاهدين. اييه ها هو جواز السفر ديالي وفيه البيانات ديالي اللي كتبغي تقول هي معكوسه، وهو اخضر ديال المملكه المغربيه، وعندي باش دخلت في لو دو 11 وخرجت لو 6 11 وتعطاتني وثيقه بانه ما كاين حتى شي حاجه من الكلام ديالها. يعني سيده لا والو داك الشيء يعني تنقول لك. والان ادريس فرحان الشخص ايضا الهارب في ايطاليا اللي هو متابع تماما، انا راجع لهذاك الاخ الغير الكريم. اولا انا حيت قلتي بان هذا الشيء واكبو واحد اللي مؤسف، وهو اننا نتواجد في قبرص
تيخرج الزميل ديالكم تيعطينا النصح كيف نتكلموا ويوحي من خلال كلام ضمني على ان هنالك جهات وراء الذهاب ديالنا. اؤكد لكم وللراي العام، وانا قلت في ندوه صحفيه يوم الاحد بمدينه الرباط وطلبت من السيد وزير الماليه يجي لافتحاص اذا كان هنالك مال قد تسرب الى حسابات خاصه او حساب مكتب المحامي من اي جهه كيفما كانت، كان باش نكون انا تما. انا اقول هذا الكلام ماشي باش نبرر لاولئك يعني العدميين، لانهم عدميين او انهم مع كامل الاسف شياطين ارادوا بنا السوء. وحنا تما لانه القول بهذا الكلام انه مرسل من طرف جهه او انه يدعي مرسل باسم جهه ما، هي تقدر تجعل لك المسؤولين في واحد لدود ويفتح معك بحث فيها وقد تصل العقوبه فيها الى المؤبد. وبالتالي كان امامنا بصدق، وانا بغيت نشكرهم مسؤولين ديال المباحث الامنيه اللي مشينا عندهم برجلينا، ما جاو داونا ما ديناهم، مشينا انا وكنأكد عليه الاخ محمد تحفه الشو اللي كنحييه من هنايا سي محمد تحفه، واللي حتى هو تعرض لي وابل من التشهير والقذف. وكيقولوا لي علاش ما حبستيش اللي ما كيشهر علينا؟ واش انا دابا انا ضيف عندك هنا غندخل في الخط التحريري ديالك؟ انا انسان اصلا اخترت مهنه مستقله واؤمن بالاستقلاليه، لا اتدخل لا في الخط التحريري ديالك ولا في الطريقه اللي كتكلم بها الصديقه والاخت العزيزه لبنى الجود، ولا كندخل في الخط التحريري ديال الاخ دريش حسام شوف تيفي، ولا الاخوان في برلمانكم اللي من باب احترام الخط التحريري واختيارات الاشخاص. وهؤلاء المؤسسات الاعلاميه كلها المحترمه، لا برلمانكم لا السي عبد العزيز الرماني اللي كنحييه من هذا المنبر، ولا دريش حسان ولا اخوان اخرين، حتى هما ما سلموش من حمله ممنهجه، حمله غير بريئه على الاطلاق. لما كنديروا الربط ما بين الاحداث السريعه والمتسارعه واللي اعتمدتها وكاله الانباء الجزائريه، اللي كما قلت في الندوه الصحفيه غتكون موضوع دعوى قضائيه ودعوى قضائيه بجنيف، ومن طرف دفاع ساختاره وساكلفه وساعقد معه ندوه صحفيه هناك. وكنقول لهذوك المجموعه ديال الشر، لان كذلك الشر كما ضربت لك على الشيطان الذي اغر ببني ادم، حيث اغر ببني ادم كيف اغر به؟ والشيطان نصحو قال له كل التفاح هي اللي بغى يدير داك الزميل ديالكم، كيعطيني النصح ما تقوليهاش المعتوها ما تقوليهاش كذا، ولكن هو شيطان في صفته انسان. وهنالك ناس اخرين تنطبق عليهم الايه قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق للاسف، ومنهم هذاك ديال ايطاليا ومنهم واحد في بلجيكا ومنهم واحد في اسبانيا، وكيقولوا على انه انا الا مشيت درت شي دعوه قضائيه عندهم سينقلبوا. شوف انا كنقول لهم هما بعد الان اسمحي لي خلال المنبر ديالك ولهذاك الصحفي اللي بغى يمارس الابتزاز والتهديد انه انكم اخطاتم في العنوان. استاذ اخطاتم في العنوان لانه أقوى منكم في سنوات الجمر، هددني ولم يصل إلى مبتغى، لأنني أؤمن إيمانا عميقا بهذا البلد ووالد وما ولد، وأؤمن بتربية والدي الذي رباني على الوطنية والقيام بالوطنية الحقيقية بدون تملق ولا تأسلف، عكس ما يدعيه بعد المسخرين الصغيرين حتى هما داخلين في هذه المعمعه، انني باش نجيب انا مستقبلي من مورايا تماما المهني دوزتي 30 سنه لم يبقى لك شيء تثبته، اثبت مسارك يثبته باللي بقى لي غنجعلو في خدمه الوطن. واقول لهم تهديداتكم وابتزازكم والضرب من تحت هنا ما خدامش معايا، وانا ان شاء الله هذا هو الخبر اللي نقوله عندك، يعني سأكون أنا والأخ تحفة في إيطاليا لتقديم شكوى أمام القضاء الإيطالي في حق دريس فرحان الذي أساء إلي وعمل متعمدا وعن قصد وعن سبق إصرار مالي
هنالك امور متفقه بالدليل والحجه، ناس تقول له هل لديك دليل، كيقول لدي دليل، انا لدي دليل عكس كلامي، وبالتالي ساقاضيه في موطن اقامته كما ساقاضي كل من اساء الي في بلجيكا او في اسبانيا، هم كيعلموا الاسم ديالهم. يا صراحه انا بغيت نوقف معك عند المساله اللي قلتي ديال الناس اللي تيعاتبوك، تقول لك الاصدقاء ديالك تيشهروا على بالحديث عن الاخ محمد تحفه ولا على الاخت لبنى الجود. يا في الحقيقه انا هاد المساله كل واحد تيختار، اولا كنحترموا حريه التعبير ديال الاخر، ولكن واحد جهه اخرى استاذ، واش هاد الناس خلو لهم الاختيار في انهم ما يجاوبوهمش؟ استاذ انا قلت لك انا اختاريت مهنه مستقله عن جميع الجميع، احترم الجميع، انتقد لما يكون انتقاد، نقدر نعطي نصح، ولكن واحد الانسان صحفي ولا واحد اليوتيوبرز عنده خط تحريري معين انا ما كندخل فيه ما كنوجهه، بل وصلت الوقاحه ببعضهم ان يسخر البعض تماما من بني جلدتنا، وان يقول على انه انا اترأس عصابه اليوتيوبرز باش كدير واحد العدد ديال التشهير من الناس وكذا. انا يا ريت كنت كنعرف مجموعه ديال اليوتيوبرز، والله ما قرات، لانه ما تقوم به الان معروف انت اكثر من اليوتيوبر. لا ملي نقول لك علاش ما كانش شكون كنعرفهم ونعطيهم النصح، لان ما تقوم به الان الجزائر في حق بلدنا كيستحق ان تكون جبهه داخليه ديال حلال عليهم حرام عليهم. ياك هما شدوا شدوا اليوتيوبرز اللي بغاو يعتبروا نفسهم معارضه، مكنوهم من الدينار الجزائري باش يضربوا صباح مساء في البلد. تماما. انا واحد اللي كيعطيني الاخلاق، اما اكثر تكلمنا عن القران وتكلمنا عن صفه الشيطان في القران الكريم في هذه الاشهر المباركه عند الله، ما هو اصعب ان اقول لانسان معتوه او زكيكو كيضرب في المؤسسات ديال البلاد، ولا وحده تتجاهر بالاكل ديال رمضان، ولا وحده تتجاهر بالسب ديال رموز ديال اسماء رموز ديالنا، وتتقيس في المؤسسات وتتقيس في المشترك فيما بيننا. بدت لك القضيه المثليه غفادي، هذه ما بانت لكش، بانت لك غير هذه، علما ان باش نتكلموا على هذاك الشاب، هذيك السيده حلال وهذا حرام. هذاك الشاب استاذ مني كان هو المصدر اللي تتشتغل معاه الموقع ديال زيان، وكانوا يستعملونه في 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 المواقع ديالهم، ديك الساعه كان مزيان. انا عندك واحد على سبيل المزحه، هذاك الشاب لما جا للمغرب نور زينو انوار الدحماني اللي كان حيوان موكيل ديالي وتقفيه، علما انه كان عنده اتصالات من قبل من بعض الناس، ولكن مع كامل الاسف ما ندخلش هذا الموضوع، ولكن نور زينو لما كان هنا في المغرب مشى للسويق عندنا في الرباط يشري بعض الملابس باش غادي يدوز من دول صحفيه، مشى خدا الطاكسي من الاوتيل لباب الحد، هبط ومشى دخل عند هذاك السيد اللي كيبيع الحوايج، قال له شوف انا راني كذا ولكن اعطيني لباس رجال. دونك هو ما قالش تشهير لا في الندوه لا في كذا، قال كلام، الكلام اللي قال ما تعاملتوش معاه والكلام الاخر، وتربطوا ما بين الكلام اللي قلت انا في حق هذيك المعتوها بهالنيابه ديالي هنايا، وديروا ايحاءات لمؤسسات محترمه وادارات سياديه في البلاد اللي هي ديال المغاربه كاملين ماشي ديال الاستاذ زراج، والاستاذ زراج اذا كان كينوب انا جد فخور بهذا الشرف النيابه عليهم في اضاءه في المحاكم، وانا انوب فعلا وبتكليف وكانوا في المحاكم، وفين كاين المشكل؟ دابا انا ما فهمتش، هل ثبت يوما ما ان شي حد قلت له انا الله يخلي لك قديري هذا الغرض رحيت انا كنوب على الاداره العامه للامن الوطني او كنوب على السي عبد اللطيف الحموشي المحترم؟ بالعكس هذاك اللي هو برافسو هو ما سلمش. دابا هاد الناس مقيدين بمبدا التحفظ، هاد الناس انا تنقولها بغى اللي بغى وكره اللي كره، هما رموز البلاد مسؤولين على ادارات سياديه، والثقه المولويه في اختيارهم تجعلنا كاملين كمغاربه فخورين بهم، فخورين بما حققوه في النجاعه والحكامه الامنيه، في انخراطهم في تنزيل الهيئات ديال توصيه هيئه الانصاف والمصالحه. احنا شفنا نهار الذكرى ديال 20
في المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلمة المديرية العامة للأمن الوطني اللي لقاها السيد تريسي والانخراط ديالها واللغة الحقوقية الراقية، ألا يجعلوني كمغربي وانت كمغربية والطاقم والناس يفتخروا بهم؟ واش ما كتفتخر بواحد المسؤول؟ أنا افتخرت ديك النار بالمدير العام ديال المكتب الوطني للماء السي الحفيظي، الإطار اللي هو ناضل في ديك المؤسسة وحدها بالثقة المولوية، فتنفتخر به وكنعتز به لحمله لهم. اليوم العالم يتحدث عن هذاك الهم، وبل أكثر من ذلك سيدنا الله ينصره في آخر اجتماع ليه واخد هاد الملف بيده باش الناس تكون محمية، واجبك كمغربي أنك ولما هذاك المسؤول اختاروا جلالة الملك على ديك المؤسسة ودار واحد الإجراءات احترازية أنا شفتها في الكوب 22 وشفتها في الرسالة الملكية، كان جلالة الملك سباق وعطى الإنذار من الأول من الأول باش ناخدوا هاد الاحترازات، وعلى رأس ديك المؤسسة هذاك المدير لما نفتخر به هل يعني أنه شيء من هذا القبيل؟ لما نفتخر بك كصحفية أستاذي هذا هو، لما نفتخر بقاضية الأستاذة، لما نفتخر بقاضية تعلل أحكامها معتمدة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعتمدة على الدستور وتجعل ثقافة حقوق الإنسان في الأحكام القضائية وتعمل على تجويد الأحكام القضائية، أليس هذا من باب الفخر لنا كمغاربة؟ فخر وتشجيع للممارسة. دابا حنا اللي دار شي حاجة زوينة نهرسوها، حنا خصنا نبقاو هازين ستيلو حمر، ولكن هاد الأشخاص ماشي الهدف ديالهم. أنا كيف ما تنقول كيف ستيلو حمر ما فهمتش يصحوا لي؟ لا هما تيبقاو هازين يعني لا يشجعون المبادرات الإيجابية، لا تشجع. ولذلك أنا كنأكد لك وللرأي العام والله القسم وثقي بي أقسم لك بالله، أقسم بالله لا ألتفت له، ثقي بي الرسالة اللي وجهها الزميل ديالكم أنا قيلت لي حتى جيت للمغرب ما كنشوفش داك الشيء، أنا ما مساليش داك الشيء. وزميلنا يوجه الكثير من الرسالة، أنا شوف أنا ما مساليش، أنا ما مساليش داك الشيء، أنا عندي قضايا الناس أمانة في عنقي تماما، يا أولى بالإهتمام، عندي التزامات ديالي المهنية، عندي التزامات ديالي الحقوقية، عندي التزامات ديالي العائلية، عندي التزامات ديالي كذلك الرياضية، كنت شوية الرياضة حفاظا علي، وبالتالي ما مساليش نشوف ديك الترهات. ولكن ديك الترهات لما تفحصتها ودرت مقارنة وتحليلات متواضعة كتلقاي نفس الكلام غير الخرجات غير بريئة، غير بريئة، ونفس الكلام التي كيتقال في إيطاليا وكيتقال في الرباط، كيتقال في قبرص، كيتقال في إسبانيا. والهدف طبعا راه هو راه انت ولا الزملاء كيف ما قلتي الخباشي والرماني ولا راه اوفيت راه ضرب في انا اولا عبد متواضع لا اسوء، ما كنسوى حتى شي حاجه، لا سيزي لا اسمي استاذ بكل تواضع ما كنسوى حتى شي حاجه قدام المسؤولين الكبار ديال البلاد اللي واقفين على هاد البلاد تحت القياده الرشيدة ديال جلالة الملك الله ينصره، واللي واقفين عليها إما من أجل حمايتها داخليا أو خارجيا أو من أجل البت في قضاياها، أو النساء والرجال أمثالكم في المجال الصحفي كسلطة رابعة يحاولون نقل المعلومة للمواطن ومواجهة أعداء الوطن انطلاقا من مسؤوليتهم، لأن لولا الصحافة والإعلام المسؤول لما خرجت الحركة الوطنية في 44، لما خرج المغرب والمغاربة عن بكرة أبيهم كيقولوا احنا ما كاينش حتى شي استقلال ولا شي شكل الاستقلال دون عودة الملك إلى عرشه، نحن جيل تربى بين أحضان وعلى قيم أولئك النساء والرجال اللي خرجوا في 44 واللي نضلوا من أجل عودة الملك 56 واللي لبوا النداء في 75 من أجل المسيرة الخضراء. أنا شوية مخضرم، وبالتالي القيس الكلام اللي يتقال في حق المدير العام ولا في حق السي الخباشي ولا في حق الرماني ولا في حق دريش الشحسان ولا في حق كنتي ولا في حق أي صحفي ولا أي صحفية كيقوم بواجب مهني بضمير مهني ما يمكن الإنسان إلا يفتخر به ويعتز به ويحييه، وتحية لكم جميعا ولكنا جميعا. غادي نسولك أستاذي على الجلسة اللي كانت البارح في محكمة الاستئناف أوي ديال أمل بوسعدة.
هاد الجلسة الموضوع ديالها هو واحد الشكاية مباشرة كانت دارتها بيا وبالاخ دريس الشحسان. عرفتي دريس الشحسان راه فين ما مشيت كاين معايا، داكشي باش كان جبت سميتو ديما. دارتها بيا انا ودريس الشحسان، وبطبيعة الحال كانت تحكمت بعدم قبول الدعوة في الابتدائية واستنفتها. وما كنتش انا كنتوصل، ولما توصلت بالاستدعاء حضرت اولا احتراما لقرار المحكمة، انا مؤدي يمين على احترام المحاكم واحترام العدل واحترام الانصاف واحترام القانون واحترام الناس واحترام القوانين الجانبيه للعمل. حضرت احتراما للمحكمه، والجلسه اللي غاب عليها نيت الاخ شحسان نظرا لتواجده في الكان كيتراس الوفد الصحفي ديالكم اللي كيتبعوا المقابله، مع الاسف ما تمكناش، ولكن هذه كره اليوم علينا وغدا حنا، ولكن المسيره حنا جبنا، ربحنا اكثر من داك الشيء، ربحنا واحد الصوره وربحنا واحد التضامن، عندنا واحد التضامن واحد التازر. والناخب الوطني راه بكل موضوعيه قال انك تحمل المسؤوليه، وان حنا كنقولوا ليه كمل المسار ديالك، وحنا شوف ثقه البلاد فيك كبيره، مادام تيق فيه سيدنا حنا ثقين فيه صافي، هذا هو اللي الاساس. هذيك الجلسه كانت مشينا ليها حضرنا، وهي مناسبه نشكر هيئه الدفاع ديالي، الاستاذ ابراهيم الرشيدي والاستاذ عيش والاستاذ عائشه القلاه، ونشكر كذلك الدفاع ديال الاخ دريس حسان الاستاذه مريم جمال الادريسي، ونشكر الزملاء والزميلات اللي سمحوا لي الاسماء ديالهم حفظتهاش، اللي هما في المكتب الكبير ديال الاستاذ ابراهيم الرشيدي، هذا الاستاذ الاخ الكبير والزميل العزيز اللي عمرني ما غنصل الفضل ديالو عليا، ماشي حيت نبع عليا في الملف، في الحياه ديالي عطاني نصائح وانا غادي نبقى ممنون له ما حييت، وكنحييه من هذا المنبر، وكنحيي كل الزميلات والزملاء بما فيهم الزملاء ديال رئاسه الدار البيضاء اللي كانوا في جنبي بالامس، واللي وضحت للمحكمه بانه هذيك الشكايه هي كيديه ما عندها حتى علاقه، وهي هذيك السيده غير معنيه بها. انا جات عندي قناه شوف تي في بحال اللي عيطوا ليا، وكنتكلم على ما يسمى بالمعارضه اليوتيوبيه اللي كتقيس في المسؤولين القضائيين، وكتقيس في المسؤولين الامنيين، وكتقيس في المسؤولين الحقوقيين. يعني الصراع الحالي اللي باقي حنا جارينه معنا للاسف، مساله اللي هي كيجي وكتبقى كريتيكي واحد القاضي واحد كذا واحد كذا بدون حجه او دليل، مقدمين انفسهم على انهم هما المعارضه وانهم ليسوا لا بمعارضه ولا هم يحزنون. وكان من ضمنهم هذه السيده اللي كانت في ديك الوقيته كتهجم، اللي كينعكس ما كتدعي، وهي كانت هاد القضيه في اخير اولا استدعتني المحكمه باش نحضروا تقفلت وفيها المداوله الاربعاء المقبل، وغادي نبلغك ونبلغ الراي العام ان شاء الله بالنتيجه ديالها اللي كنظن ان شاء الله تكون الا في الصالح ديالنا، لانه هي تستنفت غير في الشق ديال المطالبه بالحق المدني. ما الدعوة المدنية، الدعوة العمومية يعني المحكمة قدرت انها بتت فيها بشكل تلقائي، وما عندنا فيها لا إدانة ولا غرامة ولا هم يحزنون. بون اللي أساسي هو اللي بغيت نقول لك هو ان احنا لما كنا في قبرص كتقول هي العكس، راه حنا اللي شكينا بها، شكيت بها انا على ود الشريط الفيديو اللي دوزاتو ديال نور زينو، واتهمتني بانني انا فيه، وتتهمني بالمثلية، وكتهمني بانني رئيس المثليين، وكتهمني بعده اشياء، وجعلت الحياه ديالي هي والناس اللي معاها واللي كيتناولوا الكلام ديالها في خطر. احنا مجتمع حي المغربي طبعا، المجتمع اللي هو فيه التقدمي، فيه الحداثي، فيه المحافظ، فيه المتطرف اليميني، فيه كل شيء، ولكن كنا نتعايش، ولكن حتى واحد ما كيعرف ردود الفعل ديال الاخر تماما. الحمد لله اللي عندنا دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات، وجعلوا حياتي في خطر تماما، في خطر بمثابه التحريض. اكثر من ذلك الاخ سي محمد تحفاشو صاحب قناه تحفاشو اللي قدم بها شي شكوى تما، تماتوا بقضيه الاغتصاب لبنيته ديالو، وجات السلطات الامريكيه في الباب، كتعرفي في امريكان ما كيتعاملوش مع داك الشيء وقدم شكايه تما، كما انه منين رجع قدم شكايه في قبرص، في قبرص انا وياه في قبرص كاين شكايه بها، وكتقول هي ما ديري لا شكايه لا والو، الدفاع ديالنا
اللي كان بخير نحييه من هذا المنبر. غادي ان شاء الله الاسبوع المقبل يبعث لنا بالقرار ديال الاغلاق ديال الشكايه ديال هالكيديه اللي دارت ضدي ديال الاغتيال بإعاز من السي عبد اللطيف الحموشي وكاد المدير العام للامن الوطني ومراقبه التراب الوطني المحترم. تقفلت هذيك الشكايه لانه عاقوا بها بانها كيديه، وهو بالنسبه لمحمد تحفه قضيه البنيته ديالو بانه غيتعاملوا واحد الجديه مع هذيك الصرامه وما عندهم في هذه الامور. بل اكثر من ذلك حتى على مستوى الولايات المتحده الامريكيه غيقوم هو من خلال الدفاع ديالو بتقديم شكاوى في مواجهه مجموعه من الناس اللي تهجموا عليه في هذا الاطار هذا. سنمر الى نقطه النظام الثانيه لامور اهم او على الاقل مصيرنا ومستقبلنا مرتبط بهم. سنتحدث عن الخطاب الملكي او الرسائل التي الرساله اللي كانت في الافتتاح ديال الدوره البرلمانيه واللي تكلم فيها جلاله الملك محمد السادس على تخليق الحياه السياسيه. اولا في قضيه النقطه ديال تخليق الحياه السياسيه، انا كنظن ماشي فقط الرساله الملكية الأخيرة اللي تقالت في كان شي لقاء ديال البرلمان بغرفته، ولا في الخطاب الافتتاح ديال الدورة، بل هو كان منذ البداية ديال اعتلاء عرش أسلافي المنعمين أكد على قضية ديال المضي بعيد في مجال حقوق الإنسان في الوطن ديالنا العزيز، قضية ديال تخليق الحياة العامة، وقضية ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة، واللي هذه كلهم لأمور يعني سقف عالي ترفع من طرف جلالته نصرو، واللي تجسد في الدستور ديال 2011 تماما، واللي كان هذا الأمر دائما اختيار. أنا قبيلة جبت لك الحركة الوطنية هو اختيار بين مؤسستين، المؤسسة الملكية بعد عودة الملك إلى عرشه وبعد نضال متلاحم بين الملكية والحركة الوطنية بكل أطيافها بدون استثناء. احنا في برنامج إذاعي وبرنامج صحفي، المغاربة بكل أطيافهم سياسيا ثقافيا مرجعيا حتى على بغيتي نقولوا حتى دينيا، إننا ما نساوش الإخوان المغاربة اليهود حتى هما كانوا في هذا الإطار ديال النضال، كان على جوج الحوايج، كان أجل الوطن من أجل المؤسسات، كان تدافع، كانت أمور ماشي هي هذيك، ما بين المؤسسة العسكرية والملكية، ما بين الحركة الوطنية وخاصة الحركة الاتحادية الأصيلة والحركة الناس اللي بقات مع المقاومة وجيش التحرير، وكانت اعتقالات وكانت استشهادات وكانت بزاف الأمور، ولكن محمد السادس الله ينصرو جاب واحد التجربة رائدة في مجال العدالة الانتقالية، وتشكل إن لم يخني معلوماتي تشكل من بين التجارب الرائدة واللي ما كانش فيها تدافع أو ما كانش فيها، كانت بسلاسة وباتفاق وبتسوية من أجل طي صفحة الماضي، واللي كان من ضمنها قضية الناس تكون تخلق الحياة العامة. وأهم حاجة في تخلق الحياة العامة هو الاختيار اللي اختاره الملك ومعه الشعب ديالو والقوى الحية بالبلاد والحركة الحقوقية والنسائية، اللي هو الاختيار الديمقراطي. الاختيار الديمقراطي ما كيتبناش بلغش جدية كانت هذه تماما، والخطاب كان فيه الجدية وكان فيه القيم وما كيتبناش بأي كان. أنا تنقول للناس اللي هما عندهم الأموال ملوثة واللي عندهم صوابق ولا عندهم ملاحقات قضائية، اتقوا الله في هذا الوطن، خليوا هذه البلاد تمشي، راه محسودين حنا عليها كاملين تماما. والمجهودات الكبيرة اللي كيدير الله ينصرو، كنظن اليوم النقاش حول تخليق الحياة السياسية راه لا يسائل اليوم المؤسسات، يسائل الفاعلين فيها، يسائل المسؤولين عن الأحزاب، يسائل الحكومة التي تشرف على الانتخابات. ولما كنقول يسائل الحكومة التي تشرف على الانتخابات،
ما كان وجهتيها من حد، ولكن كنقول خاص مجهود مجهود يكون مضاعف لما يكون واحد جوج المرشحين في واحد الدائرة يمشيوا عند واحد المسؤول في السلطة يقول له ودي فلان يستعمل المال الحرام في الحملة الانتخابية أو كذا يجب إيقافه. لما يشوف واحد المسؤول واحد السيد في الحملة الانتخابية كيوظف 20 سيارات مكرية بخمسة آلاف درهم في النهار فايتة السقف اللي كيتحدد من طرف دي من طرف الدعم ومن طرف الأمور اللي كيراقبها المجلس على للحسابات. وهنا تحية عالية للأستاذة الجليلة السيدة رئيسة المجلس، فحنا كدابا يقول لك عاوتاني كتقرب منا الأستاذة ولا حتى هي تقدر تصيفط لك قبرص. لا ما يقدوش على هذيك المرأة، المرأة ما يقدوش عليها بأخلاقها وبتكوينها وبوفائها للثوابت العليا للوطن وبوفائها للوطن. لأن هذه المرأة هذه ملي كتجي هذه السيدة محترمة اسمع هذه السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وجابت التقرير البارح قدام البرلمان، خصنا نخجلوا من نفسنا، خصنا كنا نخجلوا من نفسنا. عاد كنقلبوا على المبررات ماشي إلزامي إلزامي ماشي إلزامي، شكون اللي كيعطي التزكية لهذاك السيد اللي كيتصاب من بعد امبليكي في المخدرات أو كيتسب يتقبض في حالة الرشوة؟ ما كتعطيهاش ليه الدولة، ما كتعطيهاش ليه الحكومة، ما كتعطيهاش ليه رئيسة المجلس العالي للحسابات، كيعطيها له الأمين العام للحزب الأستاذة. ولذلك السادة الأمناء العامين للأحزاب خصهم داخل الأحزاب ديالهم يفلتريو، وخص الأحزاب اللي هي الآن مقبلة على تجديد قياداتها أن تختار قيادات نزيهة وقيادات اللي هي الكفء مع تقديري واحترامي للقيادات الحالية والسابقة. أنا ما كنوجه اللوم، لكن كنقول خص الأمناء العامين للأحزاب والأحزاب تحرى في هذاك السيد اللي غادا تقدم، خصنا تيتحملوا مسؤوليتهم اليوم كيف نقصي لا يمكن راه لا يعقل اليوم عندنا في المحاكم جرائم الأموال، عندنا تقريبا كل الأحزاب ممثلة في المحاكم بحال ممثلة في البرلمان من كل الأطياف للأسف. ومن كيمشي للمحكمة أنا اللي كنعرف اللي كنعرف في الترابي اللي مربي عليها إلا عندي نزاع في المحكمة ما كنستغلوش. يا كان عندي نزاع في قبرص واش استغليت أنني كنوب بحال اللي كيدعيه البعض وهذا التشهير غادي نرجع له أمام القضاء ماشي هنايا، أنا غنمشي ليه للقضاء لأن هذاك شهر بيا. واش أنا مين عندي نمشي نستغل أنا العلاقة ديالي حيت كنوب على كذا وكذا؟ هذه مسألة غير أخلاقية، فعلى الأقل اللي هو متابع يجلس في دارهم حتى يمشي. أنا كنظن تخليق الحياة السياسية من أهم الشعارات اللي ترفعات من طرف جلالة الملك، تنزيل ديالو اليوم كاين تأثيره في الدستور، كنشوفوا إجراءات كدار، عندنا إحصائيات على مستوى الضابطة القضائية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في الملاحقة ديال العديد القضايا ديال جرائم الأموال، بل أكثر من ذلك كنشوفوا على أنه وهذا ما يمكن إلا ننوهو بهذا المجهود وبهذا العمل اللي كتقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني، بحيث أنه كتشوف هذه القضية ديال تخريق الحياة العامة كتعطيها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية النظرية توفر على الإمكانيات ومؤهلات كبيرة وما تنقولوش أكثر كلهم جديين، ولكن كاين واحد النوع من السرعة والفعالية داير في المؤسسة على مستوى القضاء. كنشوفوا كيف النيابات العامة جعلت قضاة متخصصين في هذا المجال، كذلك على مستوى السلطة القضائية كنلقاو على جميع الدوائر القضائية لمحكمة محاكم استئناف ديال المملكة قضاة تحقيق متخصصين نساء ورجال، واللي كنحييهم من هذا المنبر نساء ورجال قاضيات فاضلات وقضاة أفاضل في جرائم الأموال عبر التراب الوطني يقومون بعمل يحسب لهذا الوطن. ولما شتي هذا العمل كيدار هذاك الشيء كيخرجوا هذوك بيبينوا احنا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندناش الدوله بحال اللي كيسميها واحد تصطص معايا واحد الفيديو ديال واحد كان معكم صحفي حتى هو وصبح معارض فرنسا كيسميها الزريبه حاشا لله وان تكون لمملكه هو تبخيس هو محاولات بعيده مملكه شريفه لها 19 القرن ولها حضارات تعاقبت على هذا الوطن ويجي واحد كيسميها ديك التسميه. هؤلاء القضاة المتخصصين والأعمال اللي كدار كاين مجهود كبير كيتبدل، وهذا حتى على المستوى العالمي كيجعلنا في المؤشرة ديال محاربة الفساد والرشوة
حيت راه الدنيا تقاس من هذه النقطه طبعا. وبالتالي انا كنقول وهذا نداء كمواطن مغربي لكل الاحزاب السياسيه التي احترمها بدون استثناء، كلها كتب المجهود، الاختيارات تكون مزيانه في النخب. لا يعقل شخصيه مناضله برلماني سابق في الدار البيضاء، وفي الدار البيضاء نحكي لك انا جبت المحامي الاستاذ ابراهيم الرشيدي الدائره، واللي كان فيها السيد اللي هو تعتقل لك الرئيس ديال الوداد. الاستاذ ابراهيم الرشيدي كمناضل استعمل الرصيد النضالي ديالو التاريخي والمعرفي، واستاذ جامعي وخبير قانوني وطني ودولي، ولكن المال كيغلب على الاعمال. كانوا مرشحين في نفس الدائره، هذاك داز وهذا ما دازش، ولكن وبالاكثر من ذلك حتى على مستوى المجالس الاقليميه والمحليه كتلقاي تلاعبات. راه ما يمكنش نبقاو نسمحوا بهذا اللعب. حنا خصنا المواطن يثيق في المؤسسات الاستاذه، تخليق الحياه السياسيه ماشي باش نجريو على هذا عنده الريحه ديال فيه ديال المخدرات ولا فيه ريحه المال الملوث، لا ماشي غير هذه. خصنا ثقه المواطن ترجع للمؤسسات، خص ثقه المواطن ترجع للاختيار. الاحزاب لان الدور ديالها اللي راه الاختيار الديمقراطي جاء في 1975 بقرار من الراحل الحسن الثاني وبتصالح مع القوى الحيه المعارضه التي قدمت شهداء ومعتقلين وتضحيات، وعلى نفس النهج ذهب فيه ولي عهده الملك الحالي محمد السادس. وبالتالي هاد التراكمات وهاد الرصيد ما تخصناش نضيعوه طبعا، لانه هو اللي غيحمي وليداتنا ويحمي الاجيال القادمه ويزيد ببلادنا لما تتطلع اليه من بين الامم، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الافريقي. كيبقى هادشي كله راهين طبعا بالجديه والمسؤوليه اللي باغيين اليوم هاد الاحزاب، واش هما اليوم سيتخلصون من هاد لا غادي يتخلصوا كلي على شوف نتمنى. أنا انسان متفائل، والامل يجب ان يكون الامل فيك كصحفيه، لان هذا برنامج وصحفيين اخرين لما يتناولوا بحال هاد الامور وما يتناولوش اعراض الناس تماما، ما يتناولوش الامور ديال الابتزاز، وما يتناولوش الامور ديال العدميه ايضا نشر ثقافه، ما كاين والو تماما. لا كاين، كاين كل الخير، كاين المغرب اللي دار الميناء المتوسطي غيدير الميناء ديال الداخله، المغرب اللي دار التي جي في من طنجة للقنيطره غادي يديروا من القنيطره لمراكش، المغرب اللي دار هيئه الانصاف والمصالحه ودار حقوق المراه وحقوق الطفل وحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا قادر يدير العجب تماما. نقطة النظام الثالثة غادي تكلمونا، اغتنم فرصة محامي كبير معنا، وسنتكلم سنتحدث عن الحياة داخل المحاكم. عندنا بزاف ديال الشكايات كنتوصلوا بها ولا كنتواصلوا مع بعض الهيئات المدنية اللي تيتشكاو اليوم وتيقول لك بأن الحياة في المحاكم أصبحت لا تطاق بفعل علاقات بين زملاء صحفيين وبعض الناس اللي هما او بعض المسؤولين اللي في القضاء. اليوم النيابه العامه كنقولوا بانه خرج واحد 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 المقال يقال بانه حكم واحد العدد هائل من السماسره ديال اللي الذين يجولون في جنوبات المحاكم. اليوم انت كمحامي استاذ زهراش، بالنسبه لك ملي كتشوف شكايات كيكتبوها اليوم في القهاوي حدا المحاكم ما كيقوموش على محامي، ملي كتشوف اشخاص طبعا تيدخلوا في صراعات خاصه وتكاينه ظاهره الميكروفون واللي كتقدر تغير تماما المسار ديال الملفات. نعطيك غير الملف ديال تهامي بناني الذي خرج عن السيطره بفعل، ولا الملف ديال الورادي حاليا الذي خرج عن السيطره وتتفرجوا يعني في واحد الامور تضرب في صوره القضاء وتطيح منا كاملين، لا كصحفيين لا بالجسم القضاء، لا اظن ان الناس العقلاء يعني تيتقبلوا. انت كمحامي اليوم كيفاش كتشوف هذه المساله استاذ زراش، وفين كاين الخلل؟ شوف انا قبل ما نجاوبك على السؤال بغيت ندير واحد التوضيح. وكيقول لك عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اولا بغيت نطمئنك وطمئن الراي العام الوطني والدولي، لان هذه قناه دوليه. نقول لك واحد الشيء، هو ان هذه القضيه السمساره الحكومه في شخصيه وزير العدل المحترم
الاستاذ عبد اللطيف وهبي، داروا واحد الاجراءات ديال هذوك الشهود اللي كيكونوا تحت الطلب تماما، كيدخل 5-6-7 المرات في النهار تما، ودار عمل باش ما نبخسوش الناس الاشياء ديالهم والناس تطمئن. فعلا هذه ظاهره كانت، ولكن المعالجه ديالها والمحاربه ديالها بهذه اللغه بدات وكاينه. شنو هي المؤشرات اللي كاينه بان بدات المحاربه ديالها؟ اولا الاجراء اللي خداه السيد وزير العدل المحترم، ثانيا الى تبعتي الافتتاح ديال السنه القضائيه بالامر المولوي والاحصائيات اللي دارها السيد الوكيل العام لدى محكمه النقد في افتتاح السنه القضائيه، والخطابات التي اتلاها السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني ومن ضمنهم محكمة الاستئناف ديال الدار البيضاء، أعطى واحد الرقم ديال الناس اللي يتم توقيفهم. إذن هنا ممكن بعد أولا إلا أنه بهذا المجهود كاين مجهود كيتبدل بأنه هذوك الصماصيرة ولا هذوك اللي كيدوروا ولا كيبغي يقول له شوف أنا كنعرف المحامي الفلان الفلاني ولا القاضي الفلان الفلاني، راهما جابوهم للمحكمة إحصائيات رسمية قالها الوكيل العام في جلسة رسمية حضر لها السيد رئيس مجلس السلطة القضائية، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة، حضر لها السيد وليد الدار البيضاء وأمام الملأ وأمام الرأي العام وأمام الصحافة تقال هذا الكلام، وكنحيلك على هذيك الإحصائيات. بمعنى كاين مجهود كيتبدل، وكيتبدل أولا بإشراف النيابة العامة وكتقوم به الضابطة القضائية اللي حتى هي ما يمكن لنا إلا ننوه بها ونشكرها على ما تقوم به. وكاين أعمال كيقوم به السادة النقباء المحامون والسادة والسيدات أعضاء المجالس ديال النقابات، راه ماشي زريبة كما كيقولوا شي وحدين، راه كاين مؤسسات وكاين عمل منظم. السادة النقباء على صعيد جميع محاكم الاستئناف، ملي كنقول محاكم الاستئناف تشملها المحاكم الابتدائيه الاداريه التجاريه، الساده النقباء والساده اعضاء المجلس راه كيعقدوا واحد الاجتماعات مسترسله مع الرئيس الاول لدى المحكمه الاستئناف، مع الوكيل العام بها، مع رئيس المحكمه، مع الوكيل الملك، مع رؤساء المحاكم التجاريه وكلاء الملك بها، مع رؤساء المحاكم الاداريه، القاضي المقيم اذا كان قاضي مقيما، وكيشوفوا السبل ديال التدبير ديال هذيك الامور والشوائب اللي كيمكن توقع سواء لا من طرف محامون أو من طرف متقاد أو من طرف أي كان. إذن وهنا تنحيلك على الإحصائيات والعمل والاجتماعات اللي دارت مع بعض السادة النقباء، ماشي بعض، أغلبية ديالهم كيقودوا يديروا هذا العمل وكيكون تنسيق. نجي للموضوع ديالك اللي قلتي بيت القصيد، هذه الظاهرة كانت وحرفت نقاشات فعلا، ولكن دعيني نقول لك عاوتاني كاين صحفيين جديين بحالك. لا اتصفي كاين صحفيين جديين كينقلوا وقائع ديال، اعطيك مثال، هذيك امل مسعده دائما كانت كتكذب وكتقول انه كيجيبونها مصفاضين متهمين، وهي شكايه مباشره كيتسمى حتى المشتكى به ماشي متهم، مشتكى به، والمتهم هو اللي تيكون متابع من طرف النيابه العامه وكتجيبوا الضابطه القضائيه. اذا هذا نشر هذا الخبر الزائف ما كيقش المحامي ولا المحاميه ولا الانسان، وبالتالي كاين صحفيين اللي كيقوموا بالعمل ديالهم. انا كنظن هنا كاين مسؤوليه في النهايه، مسؤوليه مشتركه ما بين من؟ اولا ذكرت لك شنو كدير نقابه المحامين، ذكرت لك شنو كيدير الوكيل العام، ذكرت لك شنو كيدير وزير العدل، وخصنا نهضروا عاوتاني على الاجهزه المهنيه ديالكم الصحفيه. فين هي المجلس الوطني للصحافه؟ انا ديما كنت نعطيهم واحد المثال، النقابه الوطنيه للصحافه، الجامعه ديال الرياضه كتختار كتعطي انت لاكريديتاسيون لصحفيين مختصين في الرياضه باش كيمشيو، باش ما يكونش عندك صحفيين اللي غيدخلوا يحضروا هما ما غيديروا له. علاش في القضاء اللي هو مجال حساس ما يكونش واحد التقارب بين السلطه القضائيه وبين الهيئات المهنيه ويختاروا اشخاص؟ انا عندي صديق ديالي في لو فيغارو كدير ان اتاشي دو بريس او باري جيستيس دو باري. اذا نيكولا، وتنحييه من هنا نيكولا ماربي، ستان كرون تايم يا موا،
كيخدم في لو فيغارو هما عندهم كيديروا ان اتاشي دو بريس. مي ولكن دعني نقول لك نرجع معاك، يعني كاين مسؤوليه مشتركه بين الجميع، ولكن المسؤوليه الاساسيه كيتحملها لو كور اللي كينظم هذا. وهنا ما يمكن الانسان عاوتاني اللي ينوه بواحد المجهود كيبدلو حاليا السي عبد العزيز الرماني في واحد البرنامج ديال ديكريبتاج. لا حضرت ليه معكم وصراحه تنحييه من هذا الشيء. ماشي معنا حنا تابعه ديكريبتاج في ام اف ام ديال يوم الاحد اللي خدا هو بغى يدير السنه ديال 2024 سنه للنهوض بالاعلام. وهي فعلا شوف راه البلاد كاين واحد العمل كيدار على جميع المستويات. انا ماشي من دعاه نحنطوا الصحفي ونحطوه في واحد القالب، راه الصحفي خصو يكون كينتقد، والصحفي خصو يكون كيعطي ويكون صوت الناس ويكون تيخلق النقاش ويكون ولكن ماشي بالخلفيه العدوانيه والانتقاميه او بخلفيه ابتزازيه او بخلفيه تشهيريه او بخلفيه ديال التواطؤ مع اعداء الوطن، لا بخلفيه اللي يساهم فيها في البناء، وهذا مطلوب ومرغوب. حيت الا ما كانش هادشي ما كانش المعارضه، ما يمكنش الدوله تقوم. تماما. غادي نمروا الحديث معك الشيخ استاذ المحور الاخير ديال نويطات الضيف. نويطات ديال الضيف. اذا تعطينا رايك مجموعه ديال الصور استاذ زهرش، ماذا يمكنك ان تقول لنا على النقيب عبد الرحمن بن عمر واحمد بن جلون؟ والاستاذ اولا قياده ديالي أستاذ نقيب بن عمر الله يطول له العمر، وأستاذ أحمد بن جلول الله يرحمه، هادو مناضلين صادقين قدموا تضحية جسام لهذا الوطن من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون. أستاذ نقيب بن عمر أستاذي وبمثابة الوالد ديالي الله يحفظه ويطول له العمر ويرزقه ربي الصحة، والأستاذ أحمد الله يرحمه، وبجوجهم خلاو خلف صالح في المهنه وفي النضال، اللي هما الاستاذ هشام بن عمر اللي كنحييه، والاستاذ عمر محمود بن جلون، وهما بجوج اعضاء نقابه المحامين بالرباط. تحيه لهما معا، الله يرحم اللي مات واللي طول العمر اللي باقي. الجميله والكبيره سميره سطايل. المناضله هذيك. اولا الاستاذه والاخت سميره سطايل انا تنعتبرها مناضله في مجال الصحافه، والآن هي تناضل في مجال الدبلوماسية بثقة مولوية عالية. أتمنى لها أولا السداد والتوفيق، وكنهنيها من هذا المنبر بالثقة المولوية، وكنقول على أنها إنسانة اللي عطات المجال للإعلام والمجال ديال الصحافة، ربي يحفظها. صورة جميلة للمرأة بصفة عامة. تماما. مرأة مغربية. وما ننساوش اللحظة اللي كانت الدابع باستماتها في الوقيتة اللي كان الغليان ما بين العلاقات المغربيه الفرنسيه، وهي تتعرف مزيان الفرنسيس الله يوفقها. وليد الركراكي. وليد الركراكي. نيه ياك ديروا نيه. مشات في الكان تجي في حاجه اخرى الحمد لله، الكره هي هذه، نقولوا ليه سير ما نقولوش حنا دائما متفائلين، الكره هي هذه، وحنا ما نديروش بحال جيراننا كيسيسوا كل شيء. كرة فيها الربح والخسر. تحية للسي وليد الركراكي ومن خلاله المنتخب، وإن شاء الله مازال المحطات جاية، وكنظن أنا أكبر محطة هي أننا بلادنا، شوف الإرادة الملكية شي حاجة عظيمة عند الله، تجسدت في تنظيم الكأس العالم، راه غير تنظيمنا الكأس العالم شي حاجة ماشي سهلة. سهلة تماما. وكنقول وليد الركراكي يعني هذيك الدقه اللي ما كتطيح كتوقف كتصحح تصحح، واكيد غيصحح المسار، ونتمنى له التوفيق في مساره في مسيرته الكرويه والعمل ديالو والمنتخب كذلك. زميلنا المداوي رسلك واحد الرساله وما جاوبتيش، واش عندك شي تعليق على داك الشيء اللي قال؟ لا نو كومنت. نو كومنت، ما عندي تعليق ما نعرفش. أستاذ زهرش، برنامج نقطة نظام حضرنا لك واحد الهدية، وغادي نختمو برنامجنا اليوم. كنشكرك لأنك افتتحتي معنا موسم نقطة نظام سنة 2020. أنا فخور أنني عندك وسعيد بك،
وكنتمنى لك التوفيق وكنهنيك على الغيره ديالك على بلادك وعلى القيم وعلى الوطنيه. كنتمنى لك كل السعاده مع اسرتك الصغيره والكبيره. بما انك هديتيها ليا بالبدله، انا كان بدوري كنهديها لكل نقبائي عبر التراب الوطني، وبالخصوص النقيب بمدينه الرباط السي عبد العزيز الويبح اللي كنهنيه على ثقل ديال الزملاء والزميلات فيه، وكنهديها لكل الزميلات والزملاء الغيورين على دولة الحق والقانون، وأهديها كذلك إلى الأستاذ الزميل والأخ والابن والرفيق محمد جاد زهر. الله يخليه ليك. آمين. إلى اللقاء.